كتير قوي بتلاقي فيديوهات على اليوتيوب بعنوان الأدلة المنطقية على وجود الله، وكأن المنطق يستدل به فقط على وجود الإله من عدمه. لكن الغريبة إنك عمرك ما هتلاقي مثلا الأدلة المنطقية على صفات الله، أو الأدلة المنطقية على تواصل الله مع البشر. عند هذه الأشياء يقف المنطق عاجزا. لكن الأغرب من ده كله بقى إنك تلاقيهم بيغضوا البصر أو بيدفنوا رأسهم في الرمل من الأدلة المنطقية على بشرية الأديان، الأدلة المنطقية على بشرية الكتب السماوية. أدلة منطقية على بشرية الكتب السماوية؟ إزاي يعني؟ أدلة زي علامات الساعة مثلا من أكبر الأدلة المنطقية وضوحا على بشرية الكتب السماوية. لما ربنا يدينا علامات، علامات واضحة من شأنها إنها تدلنا على اقتراب الساعة، علامات جاية من الإله كلي المعرفة، يبقى العلامات دي تدل على صفات المتحدث بها. خليني أعمل مكالمة تليفون سريعة عشان أوضح لك بها الفكرة. فخلونا ندور سوا ونشوف إذا في فعلا إعجاز رقمي. هذا من المصري. شو بدي له؟ ازيك يا برنس؟ لا ما احب كثير بايخه. مرحبا يا حلو، مرحبا يا حلو، كله بيحبك. ادم المصري، ازيك يا برنس؟ برنس قصاي حبيبي، ازيك؟ على فكره الفيديو الاخير بتاعك بتاع علامات الساعه كان حلو جدا. شكرا حبيب قلبي، كلك ذوق، تسلم. طب ايه، مش هتعدي عليا النهارده؟ كنت عايز اتناقش معاك فيه شويه، لو تقدر تجيلي البيت. اكيد ما في اي مشكله حبيبي، بس دلني كيف اوصل لعندك ولح اجي لعندك على طول. بص يا سيدي، انت هتمشي طوالي ولا تحود يمين ولا تحود شمال لحد ما تلاقي جزار كبير على الناصيه، ساعتها تروح داخل شمال. جزار؟ اوكي، قصدك ما في غير جزار واحد على الطريق صح؟ لا طبعا، في كذا جزار في السكه، بس يعني لما تلاقي جزار كبير شويه اكبر من اللي قبله تخش شمال. اوكي، لكن هذا الشيء بيوصلني لعندك صح؟ لا مش هتكون وصلت عندي، انت بعد ما تخش شمال افضل ماشي شويه لحد ما تلاقي اكياس بلاستيك كتير واقعه في الارض، كده تعرف ان انت وصلت عندي. اكياس بلاستيك؟ اوكي، يعني يا علاماتك يا ابو ادم يا برنس. ستوب سين برنس. لكن ما في مشكله حبيبي، نص ساعه بالكتير وبكون عندك. خلاص يا برنس، مستنيك. ايه يا ابني انت فين؟ هو ده اللي نص ساعه واكون عندك؟ انت تهت ولا ايه؟ نعم حبيبي، طبعا تهت بسبب هاي العلامات الرهيبة اللي عطيتني اياها. صار ساعة عم بسأل الناس على اكياس بلاستيك وكله عم بيضحك علي. يعني وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ اكيد يعني لقيت الجزار ودخلت شمال ولقيت الاكياس البلاستيك ولا ايه؟ لك نعم يا حبيبي، والله الشمال والجزار والبلاستيك وال ثواني شوي بس اتأكد من شغله. ادم انت ساكن قدام برج التجارة ومواجهك اكبر فرع لشركه فودافون؟ هذا هو بيتك، انت هون ساكن ما؟ ايوه كده مظبوط، لو لقيت برج التجاره واكبر فرع فودافون يبقى انت كده وصلت. ليه بتسال؟ اوه ماي جاد، ملحق عليا على فكره، ملحق عليا. هو اتضايق ليه؟ ما انا اديته علامات وقلت له جزار واكياس بلاستيك، هو اللي تاه، انا مالي. وانا صغير كان من اكتر المواضيع اللي بتشدني قوي موضوع علامات المجيء التاني للمسيح، او علامات نهايه الايام اللي هتيجي بمجيء المسيح مره تانية. وطبعا في الوقت ده كان قبل ما ابتدي ادرس واقرا في الفكر الاسلامي، واللي برضو سرعان ما لقيت فيه ما يسمى بعلامات الساعه، او علامات الساعه الصغرى وعلامات الساعه الكبرى. العلامات الصغرى اللي بتسبق يوم القيامه بزمن طويل، والعلامات الكبرى هي اللي بتسبق القيامه بزمن قصير وبتوضح قد ايه اقتربت الساعه. الغريبه اني لما كبرت وابتديت افكر لقيت ان علامات المجيء التاني او علامات الساعه دي بالذات من اكتر الحاجات اللي بتؤكد على ان هذه الكتب وهذه الاديان مش ممكن تكون من عند الاله الخالق. يا عم ادم ازاي بس، دي علامات الساعه نصها اتحقق بالفعل وكل يوم بيتحقق منها المزيد، تبقى ازاي مش من عند الخالق؟ يعني رسل المسيح كانوا بيكذبوا، ولا يعني نبي الاسلام كان بيدعي الحاجات دي وهي بتتحقق كده صدفه؟ بص يا صديقي،
عايزك تبص على علامات الساعه للحظه كده وتحكم عقلك مش مشاعرك. عقلك ها دلوقتي انت مؤمن ان هذه العلامات ربنا بنفسه هو اللي اعلنها لينا. علامات لما نشوفها نعرف ان النهايه قد اقتربت وان احنا كمؤمنين كده على الطريق الصحيح. هذه العلامات زعما جاءت من الاله كلي القدره وكلي المعرفه. كلي ايه؟ كلي المعرفه. مع ان حضرتك لو بصيت على علامات الساعه كويس هتلاقي انها مش ممكن تكون جت من كائن كلي المعرفه، بل كائن متكهن متطلع محدود الافق، مش كلي المعرفه خالص. علامات الساعه لو ركزت فيها مش هتلاقيها علامات اصلا، لان علامات الساعه دي هي عباره عن اما احداث متوقعه بتحصل بشكل دائم ومش غريبه على المتحدث، او احداث غير متوقعه لكن منبعها الخيال الضيق للمتحدث وعلمه المحدود. وكلاهما ما ينفعش يكون علامات بعتها الاله. العلامات دي واللي بعضها مشترك ما بين المسيحيه والاسلام كالزلازل والحروب والمجاعات، كثره الاثم وانعدام الامانه وفساد المؤمنين، كلها علامات اقتراب الايام او اقتراب الساعه. والعلامات الاخرى اللي بتخص الدين المسيحي او الاسلامي بعينه زي اعاده تاسيس مملكه اسرائيل او عوده جزيره العرب جنات وانهار او تكلم السباع والجماد مع الانسان، برضو امور كلها مهما كانت غريبه او مش متوقعه وقتها الا انها مش غريبه عن خيال المتحدث طبقا لاحداثه ومعرفته بعصره. وهذا هو اعظم دليل على ان تلك العلامات ليست من الاله كلي المعرفه علام الغيوب. فلو كانت العلامات دي ربنا هو اللي اداها لنا لكانت مش بس امور غير متوقعه، لكنها امور تغيب كل الغيب عن مخيله المتحدث او الرسول الناطق بها. علامات لا تاتي الا من علام الغيوب كلي المعرفه فعلا. فلو اراد الله ان يعطينا علامات لقرب نهايه الازمان واقتراب يوم القيامه لكانت علاماته من قبيل لن تقوم الساعة إلا بعدما يسير ابن آدم بقدميه على سطح القمر، أو مثلا حينما تختفي المسافات ويتحدث البشر مع بعضهم بما يحملونه في راحة اليد تعلمون أن الساعة قد اقتربت. دي اسمها علامات بينات تبتعد تماما عن خيال المتحدث قديما ولا يدركها إلا علاما للغيوب يريد أن يعطينا علامات النهاية. علامات بيديها للناس اللي عايشة قرب النهاية بعد ما يكون الإنسان فعلا طلع على سطح القمر، أو إن البشر بيكلموا بعض حول العالم عن طريق تليفونات محمولة، شيء لم يكن ليتخيله أبدا رسولا أو نبيا منذ آلاف السنين. انت عارف ايه اللي خلى المقدمة اللي في بداية الفيديو المكالمة اللي ما بيني وما بين قصي مقدمة ساخرة وفكاهية؟ العلامات التافهة اللي أنا اديتها لقصي على التليفون عشان يوصلني محل جزار وشوية أكياس بلاستيك، دي العلامات اللي أنا ذكرتها له، في حين أن في علامات لا يمكن أن يغفلها زي برج التجارة وأكبر فروع فودافون اللي عند البيت فشلت أني أذكرها له. وده لأن أنا كائن قاصر اديته علامات عقيمة، لكن الإله متى أعطى علامات ما ينفعش تبقى علامات تافهة أو علامات خرافية. علامات الساعة المزعومة جاءت من خيال المتحدث محدود الخيال ومحدود الأفق. مش ممكن يتصور الإنسان بيمشي على القمر أو يتخيل حاجة اسمها الموبايل فون. بالله عليك أيهما علامة أقوى وأيهما تدل على عجز الخالق حاشاه أو عجز خيال المتحدث؟ أن أقول لك أن السباع والجماد سوف تكلم الإنسان، ولا لما أقول لك أن الإنسان سوف يكلم آخر في شتات الأرض سيكلمه من راحة يده؟ لو انت شايف الاتنين دول على مستوى واحد يبقى ده نتيجة عجزك في التفكير النقدي، لان الاولى ليست الا خيال طفولي يعتمد على المعرفة الحالية للمتحدث واضافة عامل خيالي في زمنه المحيط، بينما التانية خيال يفوق مستوى قدرة المتحدث ومعرفته وتصوراته للمستقبل البعيد. ولو قيل هذا الكلام منذ آلاف السنين لكان حتما من الاله كلي المعرفة، مش لما تلاقوا حروب ومجاعات وزلازل. ده واحد مش عارف يدي علامات مستقبلية واضحة، ولما حاول يخليها أكثر وضوحا ضربت منه بخيال طفولي قاصر قصور الإنسان القديم. لما تلاقوا حروب ومجاعات وزلازل كتير دي عاملة زي بالظبط لما قلت القصي لما تلاقي جزار كبير وأكياس بلاستيك كتير.
حاجة كده موجودة في كل حتة ومعروفة وبتحصل ومبهمة. بينما هو اتغاظ مني علشان كان في حاجات أوضح كتير كان ممكن أذكرها له، زي برج التجارة وأكبر فروع فودافون. مش بالأولى أقول له العلامات دي الأوضح؟ ولو أن الإله قرر أنه يدينا علامات من معرفته الكلية، مش بالأولى يقول لنا علامات من قبيل لما الإنسان يمشي على القمر، لما البشر يتكلموا عبر المسافات، لما يصبح تنقل الإنسان ليس بالدواب والبهائم إنما بالمركبات البرية، حينما يأتي اليوم الذي يرتحل فيه ابن آدم من مصر إلى الحجاز في يوم واحد، تعلمون أن الساعة قد اقتربت. وممكن أدي لك 20 علامة وعلامة أكثر قوة وبيانا عن تلك العلامات المزعومة. ده حتى الحروب يا أخي، الحروب لو أراد الله أن يستخدمها كعلامة، يعني بفرض أن هو اللي أعطى هذه العلامات، كان ممكن يقول حين ترون الحروب لا سيف فيها ولا رمح، يوم يحارب ابن آدم أخاه طائرا في السماء، تعلمون أن الزمان قد اقترب، سلاح جوي وطيران. في حاجات كتير كان ممكن الرسل والأنبياء يقولوها لنا كعلامات ساعة واضحة لو إن كلامهم كان حقا من الإله الخالق كلي المعرفة، بدلا من حروب ومجاعات وسباع تتكلم ومؤمنين يضلون وخروج المهدي وظهور الدجال. خيال في خيال، لكنه خيال فقير، جزار كبير عن ناصية وأكياس بلاستيك كتير. للأسف هذه العلامات الفقيرة التي جاءت في الكتب السماوية ليست من الله، بل فقط من خيال المتحدث وخياله محدود، فتكلم عما يعرفه بالفعل أو يتصور حدوثه في المستقبل أو ما استطاع تخيله بتفكيره العاجز، ولكن أبدا لم يكن هذا كلام الله، ولا يمكن أن تكون هذه الكتب السماوية العاجزة من إله كلي المعرفة، يجهل مقدار تقدم البشر في المستقبل ولا يعلم كيف سيكون العالم بعد 2000 عام.